هذا الدين عظيم والله يا أخواني في الله. الآن العبد إذا مرض أو سافر وكان أعمال يعملها وهو صحيح مقيم تكتب له. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني مثلا واحد مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمل الآن مثل صلاة التراويح أو قراءة القرآن. يا أخوان والله نحن في نعمة الحمد لله. عشان كذا إذا كنت في السيارة مثلي الآن لا يفتر لسانك عن قراءة القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لا يفتر لسانك عنها. سورة الإخلاص إذا قرأتها مرة واحدة كأنك قرأت من القرآن تقريبا 200 صفحة فلا يفتر لسانك عنها، اقرأها في كل وقت.